تدور أحداث الفيلم في جو من الجريمة والغموض والإثارة، حول رجل أعمال شاب يجد جثة حبيبته بجانبه، ويتم القبض عليه بتهمة قتل حبيبته. ومع تطور أحداث الفيلم تكتشف اللعبة. الفيلم رائع جداً. لا تنسى الاشتراك في القناة إذا عجبك الفيلم، وإذا شاهدته مسبقاً اخبرني عن رأيك بالتعليقات. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted?